يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكفر من حرم المكاسب والتجارات والعمل مع أنه قد حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال؟ من قال أنه لا يكفر؟ إذا حرم مجمعا على حله فهو كافر، إذا حرم شيئا مجمعا على حله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إن كان جاهلا أو معتوها أو مختل العقل هذا يعذر. نعم.